النهاردة في مشروع مصري كبير وقديم وليه تاريخ كبير جداً، واحد من أشهر الخروجات قديماً عند المصريين وأبسطها. المشروع ده تم تطويره ولسه بيتم تطويره، والتطوير ده علشان حاجتين، الأولى وهي منظومة الري، وتاني حاجة علشان الترفيه. مصريين كتير يعرفوا قيمة وتاريخ القناطر الخيرية، وللأسف ناس تانية ما تعرفش معلومات كتيرة عن القناطر. احنا النهاردة موجودين في القناطر الخيرية عشان نعرف معلومات كتير عنها من خلال ضيوفنا. معانا باشمهندس محمد، مدير اعمال ري القناطر. باشمهندس بنرحب بيك. اهلا وسهلا بيكم، واهلا بيكم في القناطر. عايزين نعرف من حضرتك نبذه سريعه عن تاريخ القناطر. بيرجع انشاء القناطر لبدايه القرن 19 عندما تولى محمد علي حكم مصر. كان فتره الفيضان، اما بتيجي كان المياه بيتم اهدارها، وما كانش عندنا في الفتره دي غير موسم واحد للزراعه في الفتره الصيفيه، في الفتره الشتويه عن طريق الري بالحياض. فكان لازم انه يتجه انه في ظل ان هو من الناس اللي اهتمت بموضوع الزراعه واتساع في الزراعه وزراعه اكتر من محصول، ان نستفيد بالميه دي. فبدا يستشير المهندسين المعاونين ليه، وبدا يشرع في حفر الترع على ربوع مصر. وبدأ ينشأ في كل ترعة، على فهم كل ترعة، فكرة للأنطرة، حاجز عشان يحجز المية. من هنا بدأ يفطن إن المية بتاعتنا اللي هي في موسم الفيضان بتروح هدر، إنه ممكن يفكر في إنشاء قناطر على 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 مجرى النيل. في هذه الأونة بقى استعان بالمهندسين، مهندسينه كان منهم مهندس اسمه لينان، شار عليه إن إحنا نبدأ في حفر أو إنشاء القناطر. بس كانت فكرته انه هينشئ الانطره على مجرى، على مكان يابس، على ارض ثابته بعيد عن المجرى، وبعد كده يحفر زي مجرى تاني يوصله الانطره. وكانت دي فكره ما لقتش قبول عند محمد علي. خلال الفتره دي عام 1834 بدا يستعين بمهندس فرنس اسمه موجل. جه اقترح عليه فكره ان تبقى الانطره يعني تقام على المجرى نفسه. بدات الفكره من 1834 لحد 1867، وجي توقف شويه إلى أن جه الخديوي سعيد بدأ يستكمل الإنشاء، وتمت إنشاء الأنطرة والانتهاء منها في عام 1891، أصبحت بالشكل اللي حضرتك شايفة ده. وبدأنا نستخدم بقى المية، وبعدها أنشأ بعد كده برضو وحفر ثلاث رياحات عندنا، رياح المنوفي، رياح البحيرة، رياح التوفيق نسبة للخديوي توفيق، وأصبحت الأناطر بالوضع اللي أنت حضرتك شايفة، اللي هي الأناطر القديمة اللي هي في الخلف دلوقتي. خلال الفترة بعد 1891 لحد 1934 بدأت تظهر بعض المساوئ والعيوب في الأنطرة القديمة. الفترة دي في 1934 كان تولى حكم مصر الملك فاروق. بدأوا يفكروا إن إحنا نفكر في إنشاء أنطرة جديدة اللي حضرتك شايفها دي أنطرة فاروق أو الأنطرة الجديدة. دي تم إنشاءها عام 1934، استغرق في إنشاء حوالي 20 سنة. 20 سنة. 20 سنة. فهو العمر الافتراضي دايما للقناطر بيبقى بيتجاوز ال 100 سنه على طول. فكانت الثانيه في 1834 ودي الجديده 1934، الى ان زي ما انت حضرتك شايفاها بدات القناطر. برضو فاتتنا حته ان احنا نقول لما جاي يحفر اصلا ونبدا ننشئ القناطر دي، ناتج الحفر والكلام ده كله كان بيتشون على جوانب نهر النيل. بدا يفكر برضو محمد علي في الاراضي والمساحات حوالي القنطره، ان احنا نستخدمها بقى في انشاء بقى الجناين، وبدا يستورد واشجار نادره من كل بقاع العالم. وبدات بقى يعني القناطر في عهده سميت الحدائق في عهد محمد علي، كان ساعتها سماها بحدائق الشرق. خلال الفترات بقى حد برضو بيهتم بالقناطر، الا ان بدات الدوله مؤخرا ان هي تاخد على عاتقها موضوع فكره تطوير الحدائق، ان هي تعود لحدائق الشرق كما كانت. وفعلا بدانا في التطوير، عندنا ما يقرب من حوالي 11 حديقه على مساحه 70 فدان. التطوير من قد ايه تقريبا تم؟ احنا بدانا التطوير من 2018. بدا التطوير من 2018، طورنا 11 تسع حدائق، متبقى حديقتين ان شاء الله. احنا في احدى الحدائق المطوره الى حديقه عفله بتبلغ مساحتها حوالي 14 فدان. زي ما انتم حضراتكم شايفين بتتميز بان هي موجوده على نهر النيل فرع دمياط البر الايسر، مساحتها 14 فدان، فيها العديد من الانشطه والعديد من
المسطحات الخضراء وفيها مسرح روماني، عندنا كافيتريات، عندنا مطاعم، في ملاهي، كل الحاجات دي موجودة في الحديقة اللي احنا موجودين فيها حاليا. يعني برضو الناس بتخش هنا، عندنا الأسعار في المتناول، تذكرة بـ20 جنيه، عندنا الأطفال أقل من 10 سنين بيخشوا ببلاش، عندنا أتوبيس الرحلات النهرية، أتوبيس النقل النهري بيجيب الناس برضو من التحرير. يعني الأمور متاحة للزائر إن يجي يقضي يوم من بداية اليوم للنهاية بأقل التكاليف. يعني المواطن البسيط يقدر إن هو يجي يقضي يوم، هنا إحنا بنسمي القناطر دي متنفس الغلابة، يقدر يقضي اليوم بأقل الإمكانيات. بأقل الإمكانيات. باشمهندسة إيمان، وكيلة إدارة القناطر. أهلا بيك يا باشمهندسة. أهلا بحضرتك شرف. عايزين نعرف بقى من حضرتك التطوير اللي حصل هنا في القناطر، يعني إيه الاختلاف قبل وبعد، والتطوير بدأ من إمتى؟ التطوير بدأ من تقريبا من أكتر من 5 سنين، مع التطوير اللي هو تطوير الدولة بدأت طبعا تطور كل حاجة. فوزارة الموارد المائية والري كلفت إدارة الري القناطر بالتطوير جناين. احنا عندنا تقريبا 11 جنينة، تم تطوير حتى الآن 9 جناين. بدأنا بالجنينة اللي احنا حضرتك فيها دلوقتي، دي حديقة لؤلؤة الشرق، مساحتها 13 فدان، تم تطويرها من انترلوك، من زيادة مساحة خضراء مع كهرباء، مع نظافة حمامات، مع يعني تم تطويرها من الألف للياء زي ما بيقولوا. ولسه التطوير مستمر في جناين أخرى. يعني إحنا خلصنا الجنينة دي ودخلنا على غيرها، وبنخلص كل جنينة وبندخل على جنينة تانية. بس طبعا مع الاستمرار، مع المحافظة على المستوى بتاع كل جنينة، يعني لو في أي جزء أو في أي بنبعت العمال يتابعوا الصيانة، يتابعوا الأعمال، يحافظوا على كيان الجنينة من أي تأثير طبعا من الزوار أو من العوامل الجوية اللي بتحصل. صيانة مستمرة يعني. بالضبط كده، بنحاول على أن ما نقدر نحافظ على الصيانة أو على التطوير اللي إحنا عملناه. طيب انا عارفه ان في هنا اشجار تاريخيه يعني عمرها سنين. في عندنا اقدم شجره هنا، شجره التين البنغالي، تقريبا بقى لها 150 سنه. 150 سنه محمد علي اللي كان زارعها وزرع منها في القناطر في كذا جنينه. دي تعتبر القناطر الوحيده المنفرده بالشجره دي، يعني هو كان مستوردها من بره وغزه القناطر في كذا موقع يعني في القناطر بالشجره دي، ودي طيب تعتبر اقدم شجره. نسبه الاقبال من المواطنين اختلفت بعد التطوير؟ طبعا التطوير فرق كتير جدا، المنظر اختلف خالص. دلوقتي التطوير بقى موجود في كل جنينة، كل الإمكانيات أو كل أي إنسان عايز يتفسح هيلاقيها في الجنينة. في حدائق، مساحة خضراء كتير جدا الناس تقعد فيها، في ملاهي، ألعاب للأطفال وللكبار، في كافيتريات. شفت مكتبة هنا كمان، في مكتبة الهلال الأحمر هنا فيها كتب كويسة جدا للأطفال، بيجينا رحلات مخصوص من المدارس عشانها. في مثلا عندنا حديقة تانية، حديقة المتحف، دي فيها متحف أثري، فيها يعني نماذج بتبين تطور الزراعة حصلت إزاي من أيام محمد علي حتى الآن. فيها نظريات كتيرة، تطبيق نظريات في ثورس وإكليدس، يعني مفيدة جدا للأطفال، بتجيلنا مدارس مخصوص، مدارس ابتدائي وإعدادي. يعني حاجات كتير لكل المتناول، الأسرة كلها زي ما بيقولوا، يعني من الصغيرين للكبار، أو يلعب أو يقضي اليوم في كل حاجة، يعني علميا وترفيهيا. شكرا يا باشمهندسة إيمان، شرفت بحضرتك. مهندس اهلا بحضرتك. اهلا فعلا. عايزينك تكلمنا اكتر عن تطهيرات النيل. عندنا طبعا النيل من بدايته خالص بينشق لفرعين، فرع دمياط وفرع رشيد. الاداره طبعا ماسكه طبعا، عندنا قناطر دمياط، وعندنا قناطر رشيد، وعندنا الرياح التوفيقي، وعندنا الرياح البحيري، والرياح الناصري، والرياح المنوفي. طبعا مساحه المنطقه التي تقوم بها التطهيرات اللي احنا بنقوم بيها امام القناطر، في الامام 500 متر وفي الخلف 500 متر. فاحنا بنقوم بالتطهيرات امام الجناين كلها طبعا، احنا تم تطويرها للتابعه للاداره. تمام. فبالمناطق كلها يعني بنقوم حديقه عفله مثلا، بنيجي نطهر هنا وننظف الواجهه كلها امام الجنينه، بنروح على حديقه النيل كذلك الامر، بنطهر هناك المنطقه كلها. سؤال خير.
صباح النور. ايه القعده الرايقه دي؟ شكرا. اسمك ايه؟ مريم. وانت؟ روان. روان ومريم جايين تعملوا ايه كده الصبح بدري لوحدكم؟ هو النهارده كان عيد ميلادي فقررنا ايه؟ عشان انت طيبه. قررنا نعمل حاجه مختلفه ونيجي يعني نجرب ان احنا نقعد نقرا في هدوء كده. انتوا متعودين تيجوا هنا في القناطر؟ ايوه احنا اصلا ساكنين هنا وبنيجي كل اسبوع او كل فتره يعني هنا بنيجي كده. طيب حضرتي القناطر قبل التطوير ولا؟ ايوه كنا موجودين قبلها. طيب ايه الاختلاف بقى بين دلوقتي وبين قبل التطوير؟ اماكن الجلوس بقت اكتر وبقى في ضله مثلا لو في حد الصبح. بالليل الانوار وفي ترتيبات جنب النيل بقت افضل، وبقى المكان افضل ان يتقعد فيه شخص يقعد هناك. بقيتي تقدري ان انت تنزلي انت واختك تقعدوا لوحدكم والدنيا لطيفه يعني مفيش. طيب ايه الايام اللي بيبقى فيها زحمه؟ ايه الايام اللي يعني اللي بتبقى الدنيا هاديه؟ هي غالبا ايام الاجازات العيد الجمعه السبت دي بتبقى زحمه، لكن الصبح او في الايام العاديه بتبقى فاضيه بقدر ان انا اجي عادي. بتذاكروا هنا؟ ساعات ممكن بجرب ان انا اقعد اذاكر هنا. انت في سنه كام؟ ثالثه سنه. ومريم؟ ثالثه اعدادي. لسه صغيرين. تيجوا تذاكروا بقى ما بيبقى الدنيا بتبقى هاديه وبتقدروا تقعدوا. حلو كويس. تنصحي الناس بقى انهم يجوا يقعدوا يعني يقضوا يومهم هنا في القناطر؟ الدنيا كويسة وتمام ويوم الدنيا حلوة، يوم هادي مختلف عن الجو المدينة وكده، عن جو بقى المحلات والمال والكافيهات، والدنيا هنا أروق يعني زي القعدة الرايقة اللي انتوا عاملينها دي. معانا دلوقتي أستاذة داليا مديرة مكتبة الهلال الأحمر بالقناطر. أهلا يا أستاذة داليا. أهلا بحضرتك. عايزين حضرتك تكلمينا أكتر عن النشاطات اللي بتقوم بيها المكتبة هنا في القناطر. مكتبة الهلال الأحمر دي مكتبة طفل بتستقبل الأطفال من سن 5 ل 15 سنة. بنعمل كل الأنشطة اللي تناسب الفترة العمرية دي. يعني عندنا الأطفال طبعا أول حاجة بيستمتعوا بالجنينة، الموقع حضرتك زي ما أنت شايفاه الجو جميل جدا. هناك المكتبة مقسمة إلى 4 قاعات. في قاعة قراية ودي قاعة رئيسية، عندنا من 4 ل 5000 كتاب بيلتمس الفئة العمرية دي اللي هي من 5 ل 15 سنة. بعد كده في أنشطة ترفيهية وأنشطة ثقافية، عندنا نشاط الرسم، بندي الأولاد كورسات رسم وبيتعلموا الرسم. اللي بيحب يشارك في النشاط ده وما عندوش موهبة الرسم عندنا أعمال يدوية، بيقدروا يعملوا أعمال يدوية وبتبقى جاية لهم مدرسة متخصصة في الفنون الجميلة بتقعد معهم فترة 3 شهور الصيف. 3 شهور الصيف يعني بتتوقف بقى في الشتاء في الدراسة؟ لا هم على طول معانا، الاشتراك عندنا اشتراك سنوي. فالأطفال بيبقوا موجودين طول السنة بس في بتوقف فترات الدراسة بس، إنما إحنا بنشتغل 3 شهور الصيف المشتركين، وغير كده في فترة أجازة نص السنة إن شاء الله. بقية الأيام من السنة بنستقبل المدارس بيجوا يقروا بيمارسوا بقية الأنشطة. يعني بخلاف بقى القراية والنشاط الفني، في عندنا نشاط موسيقى، عندنا حجرة موسيقى فيها آلات شرقية وآلات غربية، في عندنا فريق كورال بيجي برضو مدرس متخصص في التربية الموسيقية بيعلمهم كل اللي هم عايزينه ده فترة الصيف وخلال فترة أجازة نص السنة. في عندنا أوضة تكنولوجيا المعلومات، عندنا 14 جهاز كمبيوتر على أحدث مستوى بيتعاملوا مع الأطفال، في مهندسة كمبيوتر بتقعد معاهم تعلمهم إزاي يتعاملوا مع الكمبيوتر وإزاي يكتبوا عليه، وفي بعض الأحيان بيخشوا جيمز لأنه نوع من أنواع الترفيه برضك في فترة الأجازة بيلعبوا جيمز بتبقى تحت إشرافنا برضك. فدي وعندنا برضك بخلاف كده طبعا دي القاعات المتاحة عندي، عندنا بقى أنشطة خارجية بره خالص بره الجنينة أو بره مدينة القناطر. يعني ممكن نطلع بعض الأماكن الأثرية والسياحية، بتبقى رحلات يعني بتبقى رحلات خاصة بالمشتركين زي الآثار المصرية، الأهرامات، القلعة، بعض المتاحف كده يعني. والقناطر الخيرية كمان فيها أماكن كتيرة جدا، يعني بنطلع رحلات نيلية، بنطلع في هنا بعض المتاحف زي متحف الثورة، متحف الري، الجنينة زي ما حضرتك شايفاها الموقع جميل جدا. فالأطفال بيستمتعوا فترة أجازة الصيف. إيه أكتر الفئات العمرية اللي بتتردد على المكتبة هنا؟ هو طبعا من 5 ل 10 سنين. من 5 ل 10؟ من 5 ل 10. أوكي. بيبقوا حاسين بالمكان وجماله، بيبقوا عايزين بقى أولياء الأمور يخلوا الأجازة بتاع الولاد فعالة. يعني يلعبوا ويتنططوا ويقروا، وعندنا كمان السن اللي مش بيعرف يقرا مش بنتعامل معاه لازم يقرا كتاب، لا هو مش بيعرف يقرا، فاحنا بنحببه في القصة، الميس بتقرا له القصة
بيمسكها بيلونها بيتعامل معاها بيتناقشوا فيها، بنعمل لهم مسرح عرايس لان السن من 5 لـ 8 سنين مش بيعرف يقرا. في مسابقات مثلا عشان بنعمل لهم مسابقات ثقافيه ودينيه ومسابقات معلومات عامه، يعني بتبقى في خلال القرايه اللي بيقروها، يعني هم بيقروا بعض الكتب بيطلعوا كل يوم معلومه بيناقشوها. اخر الاسبوع بقى بنلم المعلومات دي كلها، بنحاول نعمل لهم مسابقه تنافسيه ما بينهم. حاجه جميله من الاهالي ان هم يشجعوا اولادهم ان هم يجوا ويقروا ويبعدوا عن السوشيال ميديا وعن الموبايل والتابلت، يعني دي حاجه بصراحه حرك يعني شيء جميل من الاهالي. ايوه طبعا، ولي الامر اللي يخلي ابنه يجي يشترك في مكتبه ده ولي امر واعي. بالظبط، احنا عندنا الاولاد بيجوا لازم يقروا الصبح من نص ساعه لساعه الا ربع، لازم يقروا، لازم يتعامل مع الكتاب، بيمسك الكتاب وبيقراه وبيطلع منه معلومه، والاشراف بيساعده على ان يختار الكتاب الملائم ليه ويختار ازاي يطلع معلومه منه، وبيقف وسط القاعه يقولها. احنا الجيل اللي بيطلع من المكتبه كل سنه لما بنروح المدارس زيارات بنلاقي ان الجيل ده هو اللي بيطلع في الاذاعه. يعني معظم الاذاعه في اي مدرسه بيبقوا اساسا ممكن حتى لو في الاول جاي يعني بسبب ان والده او والدته قالت له بعد كده بيبقى بيحب عاده جاي يلعب شايف الجنينه وشايف عايز يلعب كوره بقى وجاي كده، بيفاجئ ان احنا بنقول له لا في التزام ولازم يبقى في ثقافه علشان يبتدي يحب بقى القرايه ويحب المكتبه ويقروا. حتى احنا بنعمل يوم فاني داي ما بيبقاش فيه مكتبه خالص، بنقضيه كل اليوم في الجنينه. طيب عايزين يخشوا الصبح يطلعوا معلومه والله حقيقي يعني. فاحنا بنبقى سعده بالجيل اللي بيطلع كل سنه، وبنبقى سعده ان هم كل سنه مستمرين معانا لدرجه ان بعد 15 سنه بيبقوا عايزين يجوا متطوعين. يا ريت يعني الموضوع ده يتعمل في كل مكتبات. احنا عندنا جيل متطوع ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا، شكرا. انا سعيده بيكم جدا ونورتونا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. بعد ما قضينا يوم جميل النهاردة في القناطر وسط الشمس والهواء والمية، وشوفنا قد إيه فيها خروجات جميلة من أول الجناين اللي تقدر تاخد فيها ولادك يلعبوا كورة ويشموا هواء نظيف لحد المكتبة اللي كلها أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية، تقدر دلوقتي تاخد أسرتك وولادك وتقضي يوم جميل في القناطر الخيرية.